السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتكلم على كيفية التعامل مع الأكل في فصل الصيف في تربية الأرانب. إذا كما كتشوفوا معايا هذه فوقيت الظاهرة، يعني أنتم كما كتشوفوا الشمس حارة، يعني راه بواحد، يعني ما نقولكمش يمكن توصل نقولوا واحد 34 درجة ولا. المهم الشمس حارة بزاف. ها انتم الناس اللي بغاو يديروا التسمين للصغار ديالهم، انا نهضروا بعد على الصغار، وخافوا عليهم من اولا من 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 الانتفاخ، وخافوا عليهم انهم يبقاو يعطيهم السكالين بزاف، وانهم غادي يديروا يعني يقدروا لا قدر الله يقع لهم احتباس حراري ويقدروا يموتوا لهم. هنا جبت لكم هالطريقه هذا النهار. هانتوما شوفوا الخضروات اللي كتشيط علينا في يعني القشور ديال الخضره، وراه مهم فصل الصيف. علاش؟ لان انا تلاحظوا ان السكاريم هانتوما عطيتهم امبارح شويه ديال الخبز، خلاو منه شويه ولكن ما بغاوش ياكلوه بالنهار. كيبان لكم غير راجع اللور وما قادرش انه ياكل. سمو اللي غادي يقدر يعوض هذا الشيء وهو القشور ديال الخضروات، ولكن حاولوا ما تعطيهمش يعني القرعه، يعني القرعه المسيبسيه، يعني ديك المصريين كيقول لها خوتنا المصريين كيقول لها الكوسه، هي القرعه المسيبسيه اللي كيديروها في نهار الجمعه مع الكسكسو، هذيك القشور ديالها كيضرهم. اما بالنسبه انتم راني عاطيهم القشور ديال البطاطا، ها هي القشور ديال الخيزو. يعني يوم الجمعه ضروري ان هاد الحوايج كيشيطوا عليكم. والعوتاني القرعه القشور ديالها، واخا القرعه ما كنقشروهاش، ولكن هما الخيزو بعدا القشور ديالو ما ترميوهمش. انتم كما كتشوفوا تبارك الله، راه في هاد الوقيته هادي راه ما كيبغوش ياكلوا كاع الارانب. يعني في وقيته الظاهره ملي كيكون الصهد راه ما كيبغوش ياكلوا، ولكن هاد القشور كيبردوا عليهم. يعني تقدر تعطيوهم حتى القشور ديال الدلاح الا كان متوفر عندكم، حتى هو كيبرد عليهم. ولكن بحال هكا القشور اللي كيشطوا عليكم ما ترميوهمش، عطيهم لهم، وانتم ربحتوا انكم الاحتباس الحراري ما غاديش يكون، وفي نفس الوقت غادي يكون هناك تسمين. يعني الناس اللي عندهم درايه بتربيه الارانب راه عارفين بلي هذه الفتره الارانب ما كيبغوش ياكلوا، وكي كي يعني كي ما كيبقاش الوزن ديالهم كيتزاد لانهم ما كياكلوش مزيان. في الفتره ديال العشيه حاولوا انكم تعطيوهم يعني السكاريم، لان كيكون الجو بارد كياكلوا ماشي مشكل، ولكن بالنهار غادي يبقاو غير مجبدين مصهوطين. ديروا واحد شويه ديال البروده، ان واحد التيار هوائي يكون داخل عندهم يتنفسوا، وفي نفس الوقت ما تبخلوش عليهم بالخضر. الخضر عطيهم، ما تعطيهمش شي حاجه يعني باقي عاد مدمة يعني فيها الماء، لا، بحال مثلا الدلاح يكون باقي عاد يلاه جبتوه وتعطيو لهم، خليه واحد شويه غير ينشف واحد شويه. وكذلك هاد القشور هادو لاحظوا انهم ناشفين، خليتهم غير فواحد شويه ديال الشمس، ضربت فيهم الشمس، ولكن ماشي كاع يلواو، يعني ماشي الخضره انه تلقاوها الوات، لا، غير تنشف. منين تنشف واحد شويه كونوا متاكدين ان هاد الفتره ديال الصيف غادي تمر بسلام، لانكم عرفتوا كيفاش تجاوزوها من ناحيه الاكل ديال الارانب. الماء ديما ضروري انه ما تبخلوش عليهم. لاحظتوا ان كاين شي انتفاخ في البطن ديالهم، ديروا البيكربونات. هنا راني عدتها لهم انتوما، يعني البيكربونات راني درتها لهم مع الماء، راهم شربوها. علاش طرات لهم الانتفاخ؟ لان انا ما لقيت شويه ديال القشور ديال الخضره، وبقيت كنعطيهم حتى السكاريم حتى بالنهار، يعني بانوا لي ما غاديش ما كياكلوش كاع. اما بهذه الطريقه هذه لاحظت ان الاقبال عليها مزيان، وما كيحضرش لهم انتفاخ. يعني حاولوا القشور ديال الخضروات ديالكم ما ترميوهمش، خليوهم. القشور ديال البنان، القشور ديال اي حاجه غادي ترميوها، انا قلت لكم غير القرعه يعني اللي كنخدموها نهار الجمعه، هذيك البسيفسيه هذيك كتقتلهم. الله يحفظ. حاولوا انكم هاد الخضار هذه ماشي من لابد ما تكون مدمه بزاف، ما عطيوها لهم، ولاحظوا ان القنين ديالكم غادي يزيدوا في الميزان في الفتره ديال الصيف، اللي الناس كلشي ديال اللي المربون ديال الارانب كيخافوا منها. هذا الشيء بالنسبه للصغار. اما بالنسبه للكبار راه لاحظوا ان عطيتهم في العلافات ديالهم شويه ديال الخضره، راهم كلاو، راهم مخيرين، راهم الحمد لله راهم مزيانين، لان في هذه الفتره كيكون يعني ها هو هنايا راك تعاطيه بزاف. هاد الذكر راه كلا تبارك الله مزيان،
عاوتاني داك النسوات ها هما راه مكلاو هذه راه عشا هذيك الشانشيلا، ولكن الحمد لله ها هي كلاس يعني ما بقاتش بالجوع، لان هي كتكون حامله مسكينه باغا تاكل، ولكن حاسه باللي الطاقه اللي غادي تعطيها من السيكاليم كتضايقها، يعني كيكون هناك احتباس حراري، احتباس حراري كيزيد كيصعب الامور على الانثى العشار. اكثريه العشار مسكينه كتعذب بزاف، لان كتكون ما حيلتها الولاده ما حيلتها الماكله، داك النظام الغذائي ديالها كيتخرمز كيتبدل. علاش؟ لان ما لاقياش مسكينه كيفاش غادي تاكل، وفي نفس الوقت ما يضرهاش داك الشيء. اما بالنسبه للخضروات يعني القشور ديال الخضره اللي غادي تشيط عليكم غتعطيوها لها، وان شاء الله غادي يدوز هذه الفتره ديال الصيف كدوز في سلام. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار عن هاد الخضروات، الحوايج اللي غادي تعطيهم اللي ما غادي تعطيهم راح نذكرناها. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه زوينه بالدعم ديالكم غاديه بالدعم ديالكم ان شاء الله. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.